الفقر ولا الشيء اللي لسان محمد؟ فقر هذا الشيء، فقر ولا هذا الشيء. معانا ما بعتش ولدي، ولدي راح غلطة، قال لي ماما راني رايح نركب على حراقة نشوفها ونجي، كي راح طلع صاب معاه. بلاصة ركب راح، ما خلص ما والو. هذا هو القاتل، هذا هو القاتل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. مراقد ما رحمتش في ولدي، كون قالت لي يمه راهي محروقة عليه، كون رحمت فيا ومتوحشاتو بزاف، متوحشاتو. طفرت غير فيه مسكين، أفكار جهنمية عندها. كيس كي داروا العملة تاعهم، قتلوه شنعوا به مسكين، واش داروا؟ اتصلوا بسيارة الإسعاف، كي عيطوا سيارة الإسعاف قالوا لهم حنا كنا في فرنسا وجينا لقيناه ميت. هذا نعرفوه، كانوا كنا مخلينا في الدار، قتلوه صحابه بالك. سيارة الإسعاف مين دات ولدي؟ عيط للشرطة، كي حيت للشرطة، الشرطة حنا رانا عالمين الشرطة الإسبانية، بصح المكان بالضبط ما مش عارفين وين. داروا بيعت روحها كيما بيعت روحها، شافوا ديك الجثة اللي داوها وصورة الجثة تاع ولدي اللي رسلتها باش يشوفوها، صابوها كيف كيف. راحوا ولاو للدار باش يحكموهم، صابوها هي تشدير تمحي في في الأدلة وتسيق في الدم تاع ولدي، تسيق فيهم. بصح كوني أكيدة أنه هو بالك مات صغير كما نقولوا، ذنوبه صغار، بصح هو ما دوكي مسكين كاع ما عاش. قال لي ماما هذا وين راني نعيش؟ ما عشش، هذا وين نعيش ماما؟ هذا وين نلبس ماما؟ نتهلا فيك ماما نديك العمرة. قلت لها معليش ولدي غيش، غير انت عيش معليش. هذا الأجل ثاني، الأجل كل واحد الأجل ابتلاء صعيب. في فريدة كبد صعيب بزاف. الحمد لله، الحمد طيب. لله على كل حال. كاش ما كاينة حاجة حاب تزيدي تقوليها؟ يساعدوني برك، يساعدوني. هما راهم دايرين محامي غاد، راني باغي نطلع باش نشوف المعلومات كاع راهم عندهم، على باليش واش راه صاري، على باليش. نطلب من السلطات يسهلوا لي، يسهلوا لي في الفيزا، يسهلوا لي باش نجيب ولدي ندفنه. مازال الجمراني محروق على ولدي بزاف بزاف، والله اللي باغي نشم بريحته. مع العلم اني ما غاديش نقدر نشوفه، بصح نجيبه ونحسه راه حدايا كي ندفنه. على كل ان شاء الله تقدري ثاني تجيبيه، لانه في اسبانيا هنالك مشكل كبير لي يحدث احيانا للحراقة الجزائريين عندما يتم العثور عليهم في شواطئ البحر ولا يتعرف احد على هويتهم، يقومون في اسبانيا باحراقهم. يعني هذا الموضوع يحتاج الى حملات تحسيسية وحملات توعية للمواطنين وكذلك للسلطات من اجل المسارعة في اجراءات نقل الجثامين.